السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأول المتوسط. موضوعنا اليوم هو Unit 6 Lesson 1، أول موضوع باليونت السادس. صدقوا يا أنا. Hello everyone, hello again. Today we're going to talk about specific information, معلومات محددة أو توجيهات محددة. I am Karam, I'm here to teach you some English. كتاب الطالب صفحة 44 Student Book 44. A Japanese pen friend. Pen friend يعني صديق صحافة أو صديق مراسلة أو هيك شيء. Fuad wanted a pen friend. He advertised in a game. Advertised يعني استثمر في إن عفواً مو game. In a magazine for young people. He got this letter from the boy in Japan. وحصل على هذه الرسالة. استلمها هاي الرسالة من فتاة في اليابان. خلينا نشوف هاي الرسالة شنو. هاي الرسالة اللي قدامكم هي هاي موجودة في صفحة 44. رسالة منين؟ من الولد. شو اسمه هذا الولد؟ اسمه سوما اعتقد اي من هانشو. هسا نجي منين هاي الرسالة. بو بوكس 261 هذا العنوان، وسوما اسم الكاتب، هانشو شارع هانشو جابان اليابان. 12 ابريل الثاني عشر من ابريل. دير فؤاد طبعا دير لأن دير معناها غزال. دير فؤاد I read your name in a magazine. قرأت اسمك في مجلة. Would you like to be my pen friend؟ هل تريد أن تكون صديق يعني أصدقاء، أن نكون أصدقاء قلم أو أصدقاء صحافة أو هيك شيء؟ I hope so. I am a Japanese. أنا ياباني. Boy. I am a Japanese boy. أنا فتى ياباني. And I am 13 years old as you can see. أنا في الثالثة عشر من عمري. 13 سنة ويكتب رسالة. تصوروا طبعا مو بلغة الأم، هو لغة الأم اليابانية وجاء يكتب بالإنجليزي. I live in a small town called Suma. بلدة صغيرة اسمها سوما. My house is very near the sea. منزلي قريب من البحر. My favorite both times are my favorite pastime شوي الكتاب مو واضحة are fishing and collecting stamps. يعني هوايته هي fishing الصيد و collecting stamps هي هواية جمع الطوابع البريدية، شيء قديم يعني كلش ما اعتقد تفهمونه ولا راح تعرفونه، هواية قديمة كانوا يسوونها اللغة هسه. What is Iraq like؟ العراق شلون يعني؟ وصف للعراق يقول له What is Iraq like؟ هذا expression يقول له يعني العراق كيف يبدو العراق، احكي لي عنه. Japan is not very big. اليابان ليست كبيرة جدا. But it is very beautiful. لكنها جميلة جدا. There are a number of large cities as well. هناك عدد من مدن الكبيرة as well as small towns and villages. We have many mountains. لدينا الكثير من الجبال. Rivers انهار and lakes البحيرات. Japan شبيها Japan is a very green because it rains a lot in summer. تمطر كثيرا في الصيف. فاليابان دائما مخضرة بسبب النباتات يعني. A lot in summer. The wettest month is September. أكثر شهر رطب هو سبتمبر التاسع. In winter it is very cold and sometimes it snows. شبيها توثلج. Would you like to visit Japan one day? هل ترغب بزيارة اليابان يوما ما؟ There are lots of interesting things to see and do. For example, you can visit شنو ديزني لاند. عندهم هناك هم باليابان هم ديزني لاند موجودة مو بس بأمريكا. Go to a baseball matches مباراة كرة قدم. Or learn to do جودو لعبة جودو طبعا. You can also visit lovely gardens حدائق gardens lovely gardens حدائق لطيفة. Go to see a traditional Japanese play.
ألعاب يابانية تقليدية. Please write and tell me. رجاء اكتب لي وأخبرني. All about yourself and your country. كل شيء عنك وعن بلدك. Yours هاي نستعملها يعني ما لها ترجمة حرفية، يعني شنو لك عزيزك، يعني yours يعني شون وشايف بالعامية احنا من واحد يقول لك خادم مكاني ما ادري شنو هي هاي yours تقريبا هيك معناها، تكتب yours يعني خادمكم يعني هيك هذا معناها تقريبا، مو المعنى الحرفي لان هي حرفيا ما تترجم. yours هنا نجي يوكي اسمه هو يوكي بو يوكي وان الى هنا خلصنا الرساله. فهسه شنو اللي استفدنا من الرساله؟ بالرساله لاحظون عده اشياء. اول شيء العنوان، المدينه، العاصمه، المحافظه يعني المقاطعه ديستريكت اي شيء، والتاريخ. هنا نكتب دير ونكتب اسم الشخص المرسل اليه اللي نريد ندز له الرساله، هنا نكتب اسمه مو نكتب اسمنا. اول ما تبدا الرساله نقول له موضوع الرساله شنو هو نحكي به، هو حاكي بالمجله انه بحكي عن العراق، انه حكي عنه شخصيا، انه طلب منه ان يراسله. هذا الكلام ايش نحفظ من يمه؟ نحفظ من يمه بس هاي وهذا السطر الاخير بس، البدايه والنهايه. اللي بالنص راح يصير متغير فليكسبل، احنا شلون ما نريد نغيره، شلون ما نريد نغيره، ويجي هذا ياتي الكلام دي. بس المهم حفظ النمط العام للرساله. فهنا نهاية بنهاية الصفحة. Would you like a better friend؟ تريد صديق مثل هذا باليابان؟ From which country and why؟ ليش؟ يا بلد انت تريد اسأل نفسك وجاوب وليش؟ اتمنى هذا الجواب تكتبه بورقة حتى تتقوى بالانجليزي. Project make a scrapbook about Ben friends. خلي scrapbook يعني دفتر مسودة عن اصدقاء الصحافة والاقلام، اصدقاء المراسلة يعني. كتاب الطالب صفحة 69، عفوا كتاب النشاط، كتاب النشاط صفحة 69 69. Read the letter on page 44، الرسالة اللي قريناها هسه. Your student book، كتاب الطالب book. Quickly match the three main paragraphs to these phrases and complete the sentence. سوي مقارنة بين الرسالة وهاي الجمل وكمل الجمل. What is Japan like؟ اليابان شنو كيف تبدو اليابان؟ يوكي and his house. واسأل عن يوكي ومنزله. Things to do in Japan. هذا راح يصير الحل. Paragraph 1 is about Yuki and his house. It's about Japan and Japan is like. What Japan is like. الثالثة it's about things to do in Japan. أول شيء راح نسأل عن يوكي عن الشخص، وإنه بنسأل عن الدولة، وإنه بنسأل عن الشغلات اللي نسويها بالدولة. Read the letter more carefully and answer this question. Write notes. اكتب معلومات أو ملاحظات. أول شيء هذا what to do. هاي الرسالة راح تصير هذا نموذج مهم للرسالة. هذا نموذج مهم للرسالة. بهاي الطريقة راح نكتب رسالة من خلال هذا النموذج. أول شيء بالنموذج شنو what to do. What you know about Yuki. باعتبار راح نكتب رسالة إلى يوكي. فشوية شوية ركزوا وياي. يعني. أول شيء راح نكتب الاسم يوكي أونو. Age 13. Nationality Japanese. ياباني. Town بسوما. Likes أو interesting يعني الهوايات الشغلات اللي يحبها. Fishing and collecting stamps. الصيد وجمع الطوابع. الثاني ايش راح تصير؟ راح تصير What is Japan. What is Japan like. ما كيف تبدو اليابان؟ هاي الأجوبة راح تصير size not very big، ليست كبيرة جدا. Things that make it beautiful many mountains، الكثير من الجبال. Rivers and lakes، والبحيرات. It's very green، هاي الشغلات اللي تسويها اليابان حلوة. Very green، شنو الشغلات اللي تسوي العراق حلوة؟ أتمنى تكتبون هذا أنتم، تكتبون رسالة خاصة عن العراق. وبالدرس الجاي هم راح أعرض رسالة، راح اكتب رسالة عن العراق ونشوف تشوفون اخطائكم او الشغلات اللي ما عرفت تضبطونها. واذا in summer
rainy. In winter, very cold and it is snows. ممطرة بالصيف، عندهم تمطر بالصيف، وبالشتاء تثلج. تثلج، تمطر ثلج. الثالث، what can visitors do in Japan؟ الزوار شو يسوون باليابان؟ زوار اليابان يعني. يا هذا راح يصير الجواب. Visit Disneyland، يزورون Disneyland. Go to the baseball match or learn to do judo. Visit lovely gardens or go to see a traditional Japanese play. هذا هو اللي راح يسوونه باليابان. بهاي الطريقة نكتب إنشاء عن طريق تقسيمه. تشوفون شلون قسمنا؟ هي صار. من راح تقسمون الرسالة بهاي الطريقة راح تصير عندكم سهلة جدا جدا، حتى ما يحتاج المستقبل تحفظونها، راح تصير سهلة. فتشي fluent و flexible وماشي على آخر حباية. هسه message English with Karam. Message, what is message؟ الرسالة هي إنشاء تتضمن عنوان مرسل وموضوع مرسل وعفوا وموضوع ومحتوى تتحدث فيها حول عدة أشياء بطريقة رسمية ومباشرة. هي هاي الرسالة ببساطة. هي هاي شنو الرسالة؟ نعتبرها specific information، معلومات محددة أو منطقة محددة من المعلومات اللي نخليها نرتبها على شكل نص ونخليها برسالة، نسميها رسالة. Thank you, student, for listening. You are with English with Karam. Thank you all. You can ask me on these seats any question you have. Thank you for listening. Best wishes to all of you.